ماتشات كانت عالية جدا. نمرة درجة الحرارة، نمرة ثلاثة تحكيم ساعات بيبقى ضدنا، مش ساعات، ده أحوال كتيرة جدا. بكاري جسامة ده كارثة اللي عمال، كل دي حاجات اللعيبة بتستحملها. نمرة أربعة الإقامة نفسها، الإقامة كانتش مريحة من ناحية الفنادق. إحنا عارفين دولة كاميرون دولة إفريقية شقيقة، ولكن الإمكانيات مش متاحة. فأنت تخيل لعيب الكورة تيجي تنام بالليل برضه مش مستريح، فأنت بتقوم يعني دي تعب. كل الظروف إحنا ما حسيناش بيها، ولكن اللعيبة حسوا بيها. من ناحية الأكل في فرقة جالها تسمم من ناحية الأكل، فبرضه موضوع الأكل يعني كل حاجة ما فيهاش راحة. الاستشفاء زي ما انت قلت، احنا شفنا، انا شفت الصوره، في براميل، كان صلاح وعمرو السوليه في برميل في تلج، يعني تخيل يا كابتن شادي دي حقيقة. برميل في تلج أيوة. اللعيبه بتنزل فيها عشان تعمل استشفاء، فطبعا امكانيات كمان مش موجوده، فكل دي صعوبات اللعيبه كتر خيرهم استحملوها بدون ما يحسسوا اي حد بيها. تيجي اكتر بقى من كده ان انت بتلعب 120 دقيقه. احنا الحمد لله عشان متوسط اعمار الفرقه نزل شويه، تمام، قدروا يستوعبوا وقدروا يستحملوا، ولكن السمات الاراديه بتاعتهم هي اللي خلتهم يستحملوا فوق طاقتهم. يعني كل واحد مش كان بيبذل 100% من المجهود، لا بيبذل 150% فوق طاقته من النواحي البدنيه. فطبعا هم كتر خيرهم بطوله قويه جدا 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 في اجواء متعبه جدا جدا، مش اي حد يستحملها، هم استحملوها وادوا بشكل كويس. احنا زعلنا عشان حاجه واحده بس، تعرف في ماتش السنغال لو خسرنا والماتش شغال ما كناش يعني ما كناش هنزعل قوي، كان ممكن نقول يعني كانوا فنيا اعلى مننا شويه. انما الماتش خلص بقينا 0-0 بنلعب بلينات، انا قلت ضربات جزاء، ما تصدت ضربه الجزاء، قلت دي هي عايزه خلاص، هي عايزاه يعني انت ويمكن الترتيب بقى في مين دخل شاط. طب كابتن ممكن اقول لحضرتك على حاجه بصراحه، يعني اتفضل. لو انت، خلينا اتكلم واقعيه، احنا بنحب منتخب بلدنا، لو انت في التوقيت ده وحاطط الخمسه وفيهم مهند وجت الرابعه المهمه دي، ما هي بيتغير عادي طبعا، عادي بالظبط، ممكن تغير في اللحظه دي، تقول لي صلاح اتفضل، تقول لي النني اتفضل، تقول لي تريزيجيه اتفضل. طبعا طبعا. كان لازم نعمل كده ولا مهند امبارح انا كنت بتفرج في البيت مع ابني عمر، مهند وهو داخل انا وعمر ابني قلنا هيضيع. ليه؟ لان هو انا ابن حرام. عمر ابن حضرتك مدرب صح؟ مدرب كوره وعينيه حلوه بسم الله ما شاء الله يعني. لا يعني انا كمدير فني لازم ابعد، يعني ما حملوش بقى المسؤوليه. هو في الماتش اللي قبليه شاط وجاب، ده ماتش فاينل بطوله، برضو الجون اللي واقف مندي برضو جون على مستوى عالي، حارس مرمى على مستوى عالي جدا جدا. لا وهو عمل حاجه صغيره جدا خضت لعبتنا، ما عشان كده كان لازم اللي يشوط التحركات اللي بيعملها طبعا مش اي حد يستحملها. كان هيقدر يتحرك بخوف لو شاف محمد صلاح قدام، ده وجهه نظري يعني. محمد صلاح مش هيخاف، ما يتحرك زي ما يتحرك. انا كنت اتمنى، اصل كل حاجه ليها حل يا كابتن شادي في الكوره، يعني حارس المرمى لما تلاقيه بيتحرك كده ما جريش بصوه ومشيط على طول، ادي نفسك روح اقف بس ثانيه واحده اقف ما تشوطش كوره، هيروح هو في زاويه الله انت هتبقى سهله. انما هو استغل برضو عدم الخبره، عدم ما فيش ثبات انفعالي بالنسبه برضو للعيبة الصغيرين في مباراة نهائي بطولة، هو استغل الحتة دي كويسة جدا. لأن دلوقتي برضو بالنسبة لحراسة المرمى، الحارس المرمى لازم يبقى واقف على الخط الأول. قبل القانون ده ما يطلع كان الحارس بيطلع شوية قدام، فبيعمل تيك اوف بتديله شوية. القانون دلوقتي أسهل ولا أصعب للي بيشوط الكورة؟ للي بيشوط الكورة أسهل وأصعب للحارس المرمى، بس حراس المرمى بقى المحترفة ابتدت تتغلب على الحته دي. بايه؟ الحركه اللي عملها مندي ان هو بيتحرك يخيلك يمين وشمال، لا عشان هو لما بيروح يمين عشان يزق ويطير الناحيه الثانيه فياخد مدى بعيد أبعد. يبقى وفي جوان بقى بتعمل حاجه ثانيه، هو ما بيقفش على خط الجون، بيقف جوه الجون بيقف جوه الجون ايوه، ويطلع الخطوه ونص اللي هو واقفهم جوه الجون لغايه الخط المرمى عشان تديله دفعه ليمين او شمال. اللي كانت بتتعمل لما كان قبل القانون ده كانوا بيقفوا على الخط وبعدين يطلع شويه ويطير، لا هو بقى يرجعها عشان يبقى كده ليجل يعني في القانون تمام، ويقوم طالع لغايه الخط ويزق ويطير، لان الزقه دي بتوديه مدى ابعد مع فرده ايده. فالحته دي طبعا خبره من مندي، حارس طبعا عنده خبره كبيره،
كان لازم، هل انا بس اللي عايز اعرفه، هل كيروش حدد اللعيبه اللي تشوط؟ اكيد ايوه اتحددوا؟ اه طبعا. لو اتحددوا زي ما انت قلت، لو في الركله الرابعه اللي هي كانت حاسمه، لا انا كان لازم اغير بسرعه. طب هي مش انت احط صلاح فلان يخش شوت، يعني احنا عندنا لعيبه تقدر تستحمل الموقف ده، وحتى لو لا قدر الله مفيش توفيق والكره يعني ما دخلتش جون، هم هيستحملوا حتى لو في شويه نقد يعني، انما ما دخلش لعيب صغير. ليه؟ يعني لعيب لسه صغير، جاب قبل كده بس خلاص مش هينفع تاني، يعني مش هتيجي تاني. اقول لك على حاجه يا كابتن بامانه، بخبره